السلام عليكم، نشرة ثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. المجلس الأعلى للمصالحة يدعو لمراعاة حقوق مدينة درنا الأدبية والمادية وتجريم سلوك القبض على الهوية والإفراج عن الموقوفين والمحتجزين. ضباط من المنطقتين الوسطى والغربية يشكلون لجنة للتواصل مع السراج بخصوص رئاسة أركان الجيش ومنصب القائد العام. الوطنية للنفط تنفي وجود نقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء وتؤكد أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل. أهلا بكم. طالب المجلس الأعلى للمصالحة ومكونات مدينة درنا عقب اجتماعهم بالمدينة طالبوا بإيقاف القصف الجوي على المدينة وإيقاف الحملات الإعلامية المحرضة عليها والإفراج عن المحتجزين من أبناء درنا وكذلك تجريم سلوك القبض على الهوية. ووفق محضر الاجتماع فقد طالب المجتمعون باحترام المدينة ومراعاة حقوقها الأدبية والمادية ووقف الإجراءات التي تعوق وصول مقومات الحياة من وقود وأموال وإمدادات طبية، معتبرين المجلس المحلي درنا المؤسسة الشرعية القائمة على تحقيق كافة الخدمات. وأكد الموقعون على المحضر بسط أهالي مدينة درنا أيديهم لإحياء علاقات أخوية مع جميع المناطق المحيطة واستعدادهم لتسوية الخلاف معهم بالحوار الصادق والنيات الصافية. شددت منظمة التضامن والفيدرالية الأورومتوسطية لحقوق الإنسان شددتا على ضرورة الضغط على الحكومات المختلفة لوضع حد للانتهاكات بشكل عام وعمليات الإخفاء القسري بشكل خاص. جاء ذلك في مقابلات أجرتها المنظمتان مع خبراء ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة ركزت على سجن غرنادة وسيفرج في ضواحي مدينة بنغازي وسجن معتيقة بمدينة طرابلس. وبحثت المنظمة مع سكرتير اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري آليات تعزيز عمل اللجنة في ليبيا، كما بحثت أيضا مع سكرتير المقرر الخاص لعمليات الاعتقال التعسفي تجاوزات حقوق الإنسان بوساطة بعض الأجهزة التابعة لحكومة الوفاق الوطني ومجموعات لم يتم التعرف على تبعيتها وفق المنظمة. أكد آمر قطاع الضريح التابع لقوات الصاعقة فضل الحاسي استهداف سرية الدبابير تجمعات لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور وسط البلاد. ونقلت تحريات قوات الصاعقة الموالية لعملية الكرامة عن الحاسي قوله إن القصف أسفر عن تدمير عدد من الأليات المسلحة وفق تعبيره. من جانبها أوضح الناطق باسم قوات الصاعقة ميلود الزوي أن الكتيبة 106 إضافة إلى كتيبة مشاة البحرية التابعتين لقواتهم قصفتا يوم أمس محور سوق الحوت بالمدفعية الثقيلة. شكل ضباط من المنطقتين الوسطى والغربية في الملتقى الاستثنائي الأول لضباط لجنة التواصل مع السراج بخصوص رئاسة الأركان أركان الجيش ومنصب القائد العام. وكان المجلس البلدي زوارة قد أعلن انطلاق الملتقى الاستثنائي الأول لضباط الجيش الليبي بحضور ضباط من المنطقتين الوسطى والغربية لمناقشة تركيبة الجيش الليبي ورئاسة الأركان، كما سيبحث المستجدات الأخيرة وتعيين منصب القائد العام للجيش. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من زوارة عضو لجنة الصياغة بالملتقى الاستثنائي لضباط الجيش بالمنطقتين الوسطى والغربية عمر القايدي. أهلا بك سيد القايدي، لماذا عقد هذا الاجتماع الآن؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. أهلا وسهلا بك في أختي الكريمة و مشاهديكم الكرام. أهلا بك. طبعا نحن اليوم في مدينة الزوارة وذلك لانعقاد المؤتمر الاستثنائي لضباط الجيش التي دعا إليها ضباط من المناطق الغربية والوسطى وكذلك بعض ضباط المنطقة الجنوبية. طيب ما المواضيع التي ستناقش تحديدا في هذا الاجتماع؟ والله بصراحة هو النقاش بصفة عامة ما آلت إليه المؤسسة العسكرية من 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 مصير مجهول حقيقة، يعني خاصة بعد
الإعلانات المتداولة حول تكليف العديد من أو تكليف بعض الأشخاص أو بعض الأفراد بقيادة هذه المؤسسة. فكان في قلق شديد على وضع المؤسسة والتهميش اللي ملحوظ أو يلاحظه البعض، تهميش هذه المؤسسة من الحكومات المتوالية. طيب أنت أشرت إلى أن هنالك غموض حول أو هنالك الكثير من الكلام والغموض يلف من يقود هذه المؤسسة، هل من أسماء طرحت لقيادة الجيش بشكل عام أو رئاسة الأركان؟ حقيقة الأمر أن هناك العديد من الأسماء، مثل يعني دفع بها إلى حكومة الوفاق الوطني. مثل من؟ هل لك أن تسميها؟ نعم، مثل من هذه الأسماء؟ هل لك أن تسميها؟ الأسماء التي دفع بها في السابق من خلال الملتقيات السابقة، وكان طبعا طلب أستاذ الضباط أو أستاذ العسكريين تعيين قيادات لهذه المؤسسة. المؤسسة حاليا المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية بدون رئاسة للأركان، يعني الهرم بدون رئيس للأركان هو المسؤول، وبدون ورؤساء للإدارات المختصة. لا توجد حاليا أي رئاسات يعني تعمل من في هذه المؤسسة مسؤولة أو معينة رسميا. طيب الآن من ضمن القرارات سيد القايدي هو تشكيل لجنة للتواصل مع رئيس المجلس الرئاسي بخصوص منصب القائد العام للجيش، لماذا تم تشكيل هذه اللجنة وما الذي ستناقشه؟ بصراحة نقول الحقيقة أن الضباط كان عندهم استياء جدا يعني من التصريحات التي بدأت تظهر على السطح أو التصريحات المتوالية من بعض أفراد حكومة الوفاق حول تعيين قائد عام للجيش وما أدراش ما قائد عام للجيش. فهناك قلق كبير يعني من الدفع بالمؤسسة العسكرية إلى الانهيار. المؤسسة العسكرية يعني حتى الآن مبتعدة عن الجانب السياسي. طيب اسمح لي سيد القايدي بسؤال اخير وفي اجاز لو سمحت، اسمح لي بهذا السؤال، انت قلت بان هنالك ضباط ممثلون عن المنطقه الوسطى والغربيه واضفت ايضا الجنوبيه، لماذا تغيب المنطقه الشرقيه عن هذا الاجتماع وكيف بالامكان تعيين قائد عام للجيش في ظل غياب هذا التمثيل؟ لا هو المنطقه الشرقيه حقيقه يعني ظروفها لا تسمح، هناك ضباط موجودين بصفه رسميه يعني بصفة شخصية نقصد، موجودين معنا بعض الضباط المهجرين بعض منهم يعني قليلين جدا بصفة شخصية، لأن قواعدهم ومناطقهم ومعسكراتهم خارج السيطرة. على علم أن العدد منتسبي الجيش الليبي 72% من العدد يوجد بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، 72% أو 72 وأكثر قليلا من المنتسبين من ضباط وضباط خف وجنود الجيش الليبي موجودين بالمناطق المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية. ومع ذلك يعني نرى أن الحكومات المتتالية لم تثير أي اهتمام لهذا الكم الهائل من الجيش والقيادات وكذلك أيضا الكفاءات الموجودة والقواعد الجوية. أشكرك جزيلا سيد القايد، يعذرني على المقاطعة، سنفصل بالتأكيد في هذا الموضوع في مواعيد أخرى. كنت معنا العضو المشارك بالملتقى الاستثنائي لضباط الجيش بمنطقتي الوسطى والغربية عمر القايدي. للتعليق أيضا على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح. سيد بن صالح، هل من دلالة زمنية لعقد هذا الملتقى برأيك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حيث أختي الكريمة، أهلا بك. هذا الملتقى هو الثالث تقريبا الذي يعقده ضباط الجيش في المنطقة الغربية، هم الآن أسموه الملتقى الاستثنائي. هذا هو الثالث في سنتي 2016 و2017. ويأتي هذا اللقاء زي ما تفضل الأخ الذي سبقني في الحديث، يعقد الآن بمدينة زوارة على خلفية لقاء رئيس المجلس الرئاسي بحفتر برعاية إماراتية، ومرشح عن هذا اللقاء من تفاهمات واتفاقات بين الرجلين. مشكلة ضباط الجيش في المنطقة الغربية تكمن أختي الكريمة في أمرين. الأول هو أنهم لم يعوا
أو أنهم يتغافلون عن أن تأثيرهم كضباط عسكريين في المشهد السياسي والعسكري محدود جدا بسبب ضعف المؤسسة العسكرية التي يتبعونها، حيث انعكس هذا الضعف سلبا على شخصيات ومعنويات وهيبة هؤلاء الضباط أو معظم هؤلاء الضباط، فأصبحوا غير قادرين على تنفيذ ما يتفقون عليه في لقاءاتهم، ولعل ما تم تنفيذه من توصيات صدرت عن اللقاء السابق ربما تكون هي خير دليل. يعني أنت تتوقع أن ما قد يصدر عن هذا اللقاء قد لا يكون ملزم لجميع الضباط في التنفيذ؟ نعم، أكمل الفكرة لو سمحتي. تفضل، فقط لتوضيح فكرتك الأولى، تفضل. نعم، الأمر الثاني هو أن هؤلاء الضباط وبكل صدق يعني يوجد بينهم من هو يظهر عكس ما يبدن ويتصرف وفقا لإملاءات تصدر إليه من جهات أخرى، وهو بذلك يعمل ما بوسعه على إفشال أي اتفاق يتوصل إليه الضباط أو إضعافه على أقل تقدير. ولذلك أعتقد جازما أن عدم وجود مؤسسة عسكرية قوية تقف وراء هؤلاء الضباط وتتبنى توصياتهم وتعمل على تنفيذها بشكل سريع، فإن هذه الاجتماعات وما يصدر عنها من توصيات لا تعدو عن كونها تعبيرا عن أرائهم، عن أقصد أراء الضباط، وعن ورسالة إلى من يهمه الأمر بمواقف هؤلاء الضباط. طيب، فيما يتعلق بتعيين القائد العام للجيش، هل تعتقد بالإمكان مناقشة هذا الموضوع في ظل التمثيل الحاصل في هذا الملتقى؟ هو سبب ضعف المؤسسة العسكرية هو عدم وجود قيادة لهذه المؤسسة، وعدم وجود القيادة لهذه المؤسسة هو سببه المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي لم يعين قيادة للمؤسسة العسكرية بسبب أنه يعني يهادن بشكل مخجل السيد حفتر. هو لا يريد أن يصدر قرارا بتعيين شخص على رأس هذه المؤسسة بوجود السيد حفتر حتى لا يغضب السيد حفتر من هذا القرار ومن المجلس الرئاسي، وبالتالي يكون حفتر يعني وكأنه هو موالي للمجلس الرئاسي ثم سينقلب على المجلس الرئاسي. ولذلك هنا علامة استفهام كبيرة جدا توضع أمام عمل المجلس الرئاسي. أشكرك. ونظرته الحقيقة التشاؤمية أو لا أعرف ما أسميها تجاه المؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية بالذات. أشكرك جزيلا، كنت معنا الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح. اتفق المجلس البلدي سرت مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ومنظمة الصحة العالمية على توفير معدات طبية وأدوية للمرافق الصحية في سرت وخاصة مستشفى ابن سينا خلال المدة القريبة القادمة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد لميا لقناة ليبيا لكل الأحرار إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بتونس بين عضو المجلس البلدي هنية بخريص ومسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان جورج مكرم شورش على تكليف فريق فني من الخبراء لزيارة مدينة سرت وإجراء مشروع مسح عام للسكان بهدف تقييم مستوى المعيشة وتحديد الأحياء السكنية ذات الأهمية والاحتياجات الملحة للسكان. بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع أعيان وحكماء مدينة بن وليد وقبيلة الزوية مناقشة الأوضاع والمختنقات التي تعاني منها المدينة. هذا وطالب أعيان بن وليد بإجراء انتخابات بلدية لاختيار مجلس بلدي يخدم المدينة ويكون حلقة وصل بين الأهالي ومؤسسات الدولة، ذلك فضلا عن استكمال بعض المشاريع التنموية المتوقفة ومنها عدد من الطرق الحيوية. وعلى صعيد متصل أكد السراج خلال لقائه مع وفد من مشائخ وعيان قبيلة الزوية على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية ودور أهالي الزوية في هذا المجال، مبينا أهمية القضاء على المركزية وإعطاء كافة المناطق حقوقها في التنمية المكانية وتقريب الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهله.
نقلت المؤسسة أو نفت عفوا المؤسسة الوطنية للنفط وجود أي نقص في الكميات المتفق عليها في تزويدات الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء، والتي جرى الاتفاق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل بشكل اعتيادي، عدا إنتاج مصنع الغاز التابع لشركة فينسال، والتي توقفت بسبب رفض الشركة تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها سنة 2010 وفق ما ذكرت المؤسسة. كما نوه البيان إلى أن الظروف الأمنية حالت دون تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية في حقل الفارغ المزود لمحطة السرير الغازية لإعادة الضخ للمحطة بشكل طبيعي. وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أفادت بأن الشبكة فقدت على الأقل حوالي 750 ميجاوات بسبب نقص إمدادات الوقود من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف المستخدم في محطات الإنتاج، مما دفع إلى اللجوء إلى طرح الأحمال حتى تستقر الشبكة. كما ناشدت الشركة في بيان لها المؤسسة الوطنية للنفط التدخل العاجل وتوفير كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي. قال المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الجنوبية أن عملية طرح الأحمال عن كافة المنطقة الجنوبية ما زالت تتراوح ما بين 5 إلى 12 ساعة في بعض المدن. وأوضح المكتب الإعلامي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنطقة تشهد تذبذبا في التيار الكهربائي بسبب فقدان جهد في الشبكة العامة، ذلك إضافة إلى تضرر بعض أبراج خطوط الإمداد. وأضاف المكتب الإعلامي أن فني الشركة سيتوجهون اليوم الأحد لمنطقة تمن هند من أجل العمل على صيانة الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الأسابيع الماضية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري. أهلا بك سيد محمد، كيف تعلق على نفي المؤسسة الوطنية للنفط وجود أي نقص في الكميات المتفق عليها بخصوص تزويد الغاز والوقود السائل لمحطات الكهرباء؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. المؤسسة الوطنية للنفط هي لم تنفي، ذكرت في ما قرأ فيه قبل قليل بأنه توجد مشكلة في تزويد محطة السرير بالوقود الخفيف، ونحن ننوه هنا بأن النقص الذي ذكرناه هو محطة السرير ومحطة الزويتينة. محطة الزويتينة الآن تزود المؤسسة الوطنية للنفط الشركة العامة للكهرباء ب40% فقط من احتياجات الشركة العامة للكهرباء، 120 مليون قدم من الغاز حتى نتحصل على إنتاج 650 ميجا وات، وهي 5 وحدات إنتاجية بمحطة الزويتينة. إضافة إلى أن إذا زودتنا المؤسسة الوطنية للنفط ب 2 مليون لتر يومي من الوقود الخفيف لمحطة السرير سوف نتحصل على 500 ميجاوات. طيب، ولكن أنتم تؤكدون أيضا فقدان 750 ميجاوات من قدرة المحطات بسبب نقص إمدادات الوقود، هذا بحسب ما أفاده المكتب الإعلامي طبعا التابع لكم، هل من تطور في هذا الرقم؟ لا يا, يا, يا أختي، أنا ذكرت نحن نقصد محطة السرير ومحطة الزويتينة. طيب، النقص في هاتين المحطتين كيف أثر على مسألة طرح الأحمال أو فقدان ميجاواتات معينة؟ محطة السرير الآن متوقفة تماما، وبها وحدتان إنتاجيتان، كل وحدة إنتاجية بقدرة 250 ميجا وات، وهي متوقفة تماما لعدم تزود قدرة المؤسسة الوطنية للنفط بمد الشركة العامة للكهرباء بالوقود الخفيف. من المفترض أن تحل المؤسسة الوطنية إشكالية تزود محطة السرير بالوقود الخفيف. طيب، أشكرك جزيلا، كنت معنا مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى طبيعته بطرابلس بعد الانتهاء من عملية المناورة التشغيلية خلال الأيام الماضية.
المجلس الأعلى للمصالحة يدعو لمراعاة حقوق مدينة درنا الأدبية والمادية وتجريم سلوك القبض على الهوية والإفراج عن الموقوفين والمحتجزين. ضباط من المنطقتين الوسطى والغربية يشكلون لجنة للتواصل مع السراج بخصوص رئاسة أركان الجيش ومنصب القائد العام. الوطنية للنفط تنفي وجود نقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء وتؤكد أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل. أهلا بكم من جديد. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية خلال العام الجاري قد ارتفع إلى 53,386 مهاجر، من بينهم أكثر من 45,000 عبر السواحل الإيطالية قدما، أغلبهم من ليبيا. وبحسب المنظمة قد بلغ عدد الغرقى في البحر الأبيض المتوسط خلال العام الجاري 1,309 مهاجرين، بينهم 1,222 كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وأضافت المنظمة أن أغلب المهاجرين قدموا من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا وساحل العاج وغامبيا والسنغال، إضافة إلى المغرب ومالي وأريتريا وباكستان. عرضت منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية أمس السبت مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة برعاية بلدية طرابلس المركز. وأوضح المجلس البلدي لبلدية طرابلس المركز عبر صفحته على فيسبوك أن الوثيقة التي عرضت ستكون مرجعية وقانونية وبمثابة لائحة تحدد شروط استعمال الأراضي والبناء والفراغ العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم واهتمام البلدية للعمل على تحسين البنية التحتية ولتنمية المدينة والحفاظ على الموروث الثقافي لها. أكد مدير منظومة الإحسان سهل جفارة بجهاز النهر الصناعي محمد الحجاج عودة تدفق المياه إلى طبيعته بعد الانتهاء من عملية المناورة التشغيلية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى نقص تدفق المياه إلى طرابلس وعدة مدن أخرى. وقال الحجاج لقناة ليبيا لكل الأحرار إن معدلات التدفق ارتفعت إلى 520,000 متر مكعب يوميا بعد أن كانت يوم الخميس الماضي حوالي 350,000 فقط. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المجلس الأعلى للمصالحة يدعو لمراعاة حقوق مدينة درنا الأدبية والمادية وتجريم سلوك القبض على الهوية والإفراج عن الموقوفين والمحتجزين. ضباط من المنطقتين الوسطى والغربية يشكلون لجنة للتواصل مع السراج بخصوص رئاسة أركان الجيش ومنصب القائد العام. الوطنية للنفط تنفي وجود نقص في تزويد الغاز والوقود السائل إلى محطات الكهرباء وتؤكد أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات تعمل. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. دمتم في أمان الله.